التغيير هو سنة الحياة. عندما تضبط درجة حرارة المكيف في منزلك عند 19 درجة مئوية في يوم صيفي حار، هل يخطر ببالك السؤال التالي: كيف عاش أجدادنا دون مكيفات؟ لو لم يخترع البشر المكيفات لكنا نعيش الآن تحت أشعة شمس حارقة تماماً كما عاش أسلافنا. أدرك المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أن البشر يحتاجون إلى التغيير والابتكار، حيث قال: مهما أقمنا من مبان ومنشآت ومدارس ومستشفيات، ومهما مددنا من جسور وأقمنا من زينات، فإن ذلك كله يظل كيانا ماديا لا روح فيه وغير قادر على الاستمرار. إن روح كل ذلك الإنسان القادر بفكره، القادر بفنه وإمكاناته على صيانة كل هذه المنشآت والتقدم بها والنمو معها. الناس بحاجة إلى التغيير من أجل تحسين حياتهم، وهذا يقودهم إلى الابتكار. الشركات أيضا تبتكر وتخترع تكنولوجيات جديدة لتسهل حياتنا، لكن ما الذي يدفعنا إلى أن نتغير بهذه الوتيرة السريعة؟ لكي نفهم هذه الحالة نحتاج إلى تحليل ظاهرة الإنجازات التكنولوجية الخارقة من خلال أداة نستعملها كل يوم، هي الإنترنت. ربما لم يسبق لكم أن سمعتم باسم فينتون سيرف وبوب كان، لكنهما شخصان معروفان في عالم الكمبيوترات لأنهما كانا أول من ابتكر بروتوكول التواصل الشبكي. نحن نعرف هذا البروتوكول حالياً باسم الإنترنت، ومن الصعب علينا أن نتذكر كيف كان شكل الحياة قبل اختراع هذه الأداة، بما أنها باتت تمس جميع جوانب حياة كل الناس من العمل إلى الترفيه. قبل الإنترنت كانت المعارف محصورة ضمن صفحات الموسوعات والمجلات البحثية العلمية، وكان على الإنسان أن يسافر لمسافات بعيدة لكي يحصل على تلك المعلومات. أما الآن فقد بات بوسع أي إنسان أن يدخل إلى الإنترنت للحصول على كمية لا حدود لها من المعلومات. أسهم هذا التدفق اللانهائي للمعلومات في منح القوة لرواد الأعمال والمبتكرين الجدد ليتعلموا ويطرحوا أفكاراً جديدة في نهاية المطاف. سرعان ما تحولت هذه الأفكار إلى فرضيات ونظريات أسهمت في ظهور تكنولوجيات وشركات جديدة. إن أوبر وأمازون وفيسبوك وجوجل وآبل هي كلها أسماء لشركات لم تكن لتولد لولا فينتون سيرف وبوب كان. تشمل هذه الآثار الإيجابية المتوالية جميع مناحي الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. لا شك أن العالم في حالة تغير دائم، ولا بد لنا من مواكبة هذا التغير. إن هذا التفاعل والتبادل السريع للمعلومات والاتصال بالإنترنت هو الشعلة التي تنير درب المعرفة والابتكار على مدار الوقت، لكن نقطة الانطلاق الحقيقية لأي حركة تغيير هي المعلومات. ومع تزايد حجم المعلومات المتوفرة في جميع أنحاء العالم، فإن المعارف الجديدة باتت تتطور وتظهر إلى العلن بسرعة أكبر. كانت التجارة هي الوسيلة التي استعملها الإنسان القديم لتبادل المعارف كما تشير الآثار التاريخية، وقد تطورت المجتمعات البشرية معا من خلال فتح قنوات للتواصل وتبادل المعلومات وجمع البيانات. ثم تطور الأمر حتى وصلنا إلى المكتبات الضخمة. أما الآن فنحن نعيش في خضم ثورة رقمية تسمح لنا بتبادل المعلومات في طول العالم وعرضه. هذا التدفق السريع للمعلومات عبر الإنترنت في العالم بات يتسارع مع مرور الوقت ومع تطور حياتنا. ففي آخر 100 عام فقط تواصل العالم باستعمال الهواتف السلكية وأجهزة الراديو ومكالمات الفيديو التفاعلية والتلفزيونات الذكية، لكن المستقبل يعدنا بابتكارات لا حدود لها. وبالتالي فإن قبول فكرة التغيير يعني الاطلاع على كل ما يحرزه البشر من التقدم. لقد مكنت البيانات المفتوحة الناس من الحصول على المعلومات، وبات بمقدور أي إنسان أن يخترع تطبيقاً هاتفياً أو برنامجاً حاسوبياً لتبسيط حياتنا وتسهيلها.
ففي قطاع الرعاية الصحية كان الأطباء والممرضون فقط هم من يقيسون معدلات نبض قلب الإنسان. أما اليوم فقد باتت ساعات آبل تسجل البيانات الصحية وتصنفها وتظهرها على الشاشة فوراً، وفي العديد من الحالات أسهمت هذه الساعات في إنقاذ حياة الكثير من الأشخاص من خلال التنبؤ بالأزمات القلبية قبل حصولها. ويمكن للتغيير أن يتجاوز حدود قطاع معين ليؤثر على قطاعات أخرى، فشركات ألعاب الفيديو حسنت من المؤثرات البصرية التي تستعملها، ما أدى إلى تطور استخدام تقنيات تعلم الآلة. تشير توقعات الخبراء إلى أن التكنولوجيات الناشئة ستنمو بمعدل يبلغ أكثر من 104% بين العامين 2018 و2023. قطاع التغيير المتسارع الذي تعززت حركته بسبب الآثار الإيجابية للإنترنت جلب لنا معه المزيد من المعلومات التي باتت تصل إلى متناول يدنا فوراً. أما اليوم فنحن نرى الابتكار في كل مجال تقريباً وفي كل ثانية، كما أن قدرتنا على تبني التغيير تسجل نمواً هائلاً دون وجود أي إشارة على احتمال تباطؤ وتيرة هذا التغيير قريباً. على مدار التاريخ البشري كان تطور الابتكار والتكنولوجيا بطيئا، لكن الاكتشافات التي كانت تستغرق قرونا من الزمن باتت الآن لا تحتاج إلا إلى عقود، بل إلى سنوات فقط. إن تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وروحها الابتكارية هما لشهادة على التغيير. فخلال القرن الماضي وحده شهدنا نمواً متسارعاً في جميع مناحي الحياة، من السيارة ذاتية القيادة إلى ناطحات السحاب العملاقة التي تصل إلى عنان السماء. إن استعمالنا لعقولنا وأفكارنا وإمكاناتنا هو ما أوصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن. مع اقترابنا من نهاية هذا الفيلم أدعوكم إلى أن تتوقفوا لبرهة وأن تتخيلوا معي أين ستكون دولة الإمارات بعد 100 عام أو أكثر من الآن؟